يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، هنكون معاكم النهاردة ولمدة ساعة على الهواء. أنا سمر كارم ولاء توفيق. صباح الفل يا ولاء. صباح الخير يا سمر، وصباح الخير على كل مشاهدينا، وصباح التفاؤل، ويا رب تكونوا بصحة كويسة، وإن شاء الله نقدر نعدي الأزمة دي على خير، وكلنا محدش فينا يعني يبقى زعلان أبدا ولا متضايق. تعالوا بقى نتكلم النهاردة كده أنا وإنتوا وسمر. إحنا عارفين إن إحنا قاعدين في الحظر دلوقتي، وعندنا بقى خلاص وقت فراغ كبير جدا. عايزين نعرف إزاي إحنا نقدر إن إحنا نستغل الوقت ده في حاجة تسلينا ونستمتع بالوقت ده، وما يبقاش فيه بقى الناس اللي عمالة تشتكي في كل حتة، وإحنا قاعدين متضايقين وإحنا قاعدين زهقانين. لا، إحنا ممكن نستغل ده في حاجات جميلة جدا. طول عمرنا كنا بنتمنى يوم اجازه واحد، اوكي؟ لما تيجي الاجازه نقول يوم من ايام الشغل، لما نبقى قاعدين اجازه يوم من ايام الشغل، يوم من ايام العكس. يعني انتوا عارفين طبعا احنا بنعمل ايه كالعاده كلنا. هي المشكله يا ولاء في انه يعني كلنا بنحب قعده البيت، وكلنا بنحب الراحه، وكلنا بنحب ناخد راحتنا في البيت وما يبقاش ورانا حاجه، بس بمزاجنا. لما الموضوع بيبقى بالغصب، سواء بقى احنا خايفين من الفيروس، سواء خايفين من الحظر، هو المشكلة في الموضوع لما بيجي غصب عننا. طب ليه ناخده ان هو مش بمزاجنا، وان احنا لا والله بصوا حطوا كده في دماغكم، احنا نتخيل ان احنا خدنا اجازه جماعيه، في كده دلوقتي مش فيروس كورونا ولا حاجه، في فيروس الاجازه بس الاجازه بقى مش فيروس، احنا نستمتع بيها. ممكن ان احنا نقرا حاجه احنا بنحبها، بس قبل القرايه كده تعالوا نعرف احنا عارفين الرك على مين، على الام. الأم دي لو هي مبسوطة كده وسعيدة وبتمدنا كده بجو متفائل، احنا هنبقى كلنا مبسوطين. حاجة بسيطة قوي، كلنا يا سمر بنتأثر لو لقيتي مامتك بتعيط او نزل، انت ممكن تعيطي من غير ما تقولها انت مالك، او من غير ما تعرفي يعني السبب. لو هي بتضحك وواقفة بتغني وعاملة بهجة كده في المكان، احنا بنبقى مبسوطين. فممكن الأم تعمل حاجات بسيطة جدا تخلي الجو البيت كله مليان دفى وجو حلو. يعني ممكن، عارفة يا سمر، الاختراعات يا المطبخ جماعة. اختراعات المطبخ دلوقتي هي الترند اصلا، يعني في الوقت اللي احنا فيه ده، في وقت الحبسة في البيت. انا عايزة اقولك على حاجة يا ولاء، برغم الظروف وبرغم القلق اللي حاصل، وبرغم ان كلنا مش هننكر قلقانين طبعا وخايفين، مش عارفين بكره في ايه ومش فاهمين الوضع عامل ازاي، انا بس متفائله يا جماعه، احنا انا كلنا متفائله. متفائلين. بس عايزه اقول لك حاجه، انه رغم كل ده في اجواء في البيوت، وده يمكن بنلاحظه على الفيديوز اللي بنشوفها على فيسبوك او الانستجرام او مواقع التواصل عموما، في نوع من البهجه وفي نوع من الفرحه. تقريبا احنا كنا محتاجين وقت نتلم فيه ونتجمع فيه في البيت، وما نبقاش شايلين هم بقى مستعجلين على الشغل، اصل لازم انام بدري، اصلا عندي شغل دلوقتي لازم انزل. طب ففي على فكره حاله من البهجه في البيوت دي. بجد يعني تصدقي بقى يا سمر انت والمشاهدين، بجد انا حاسه ان احنا من قعدتنا في البيت دي كلنا في وسائل التواصل الاجتماعي، انا حاسه ان انا بقيت كل اصحابي عارفه ان انا اتواصل معاهم، قاعدين كلنا بنهزر وبنهرج على الفيس، في التليفون بنسال على بعض، بقى في وقت. واحلى حاجه فينا على فكره في الشعب، يعني الشعب المصري افتخر طبعا بيه، خفه دمنا. خد لك الفيروس ده بقى، الفيروس ده اتهزق. اتهزق. هو الفيروس فعلا زي ما ولاد بتقول، هو جه مصر اتعامل معاه اللي ما اتعاملش معاه في اي مكان تاني في العالم. احنا بناخد الحاجه مهما كانت سلبيه ومهما كانت وحشه ومهما كانت تضايق، احنا بناخدها ونعمل عليها نكت ونعمل عليها حاجات وحاجات تضحك لذيذه ونهزر. جدا. عشان كده بقول لك فعلا في حاله من البهجه. يعني انت بتبقي قاعده متضايقه او قلقانه، بس تفتحي اي حاجه تخص السوشيال ميديا تلاقي بقى ضحك، وتلاقي وعجبني والله جدا بنخفف على بعض قوي اللي احنا فيه. بالظبط، انا عجبني موضوع المشاركه بقى اللي حاصل. يعني اللي بيعمل حاجه جديده زي ما انت بتقولي، اختراع في المطبخ او اغنيه او حد يغني او حد بتاع الكلام ده، طبعا ولا من اكتر الناس يا جماعه طبعا اللي صحيتي يا جماعه عملت اختراعات في المطبخ، هي عمل عندها براءه اختراع في حاجات دلوقتي هنعرفها كلنا ان شاء الله بعد ما الازمه دي تخلص. فيعني لا، ممكن ناخدها هي نموذج ونمشي عليه بصراحه. بس خلوا بالكم يعني ما تاخدونيش نموذج قوي، انا لئيمه شويه، يعني بعمل لهم اختراعات وهم ياكلوا وانا باكل حاجه، يعني بصدر لهم كل الحاجات دي بقى. فبصي يعني ممكن حاجه بسيطه قوي تعمليها،
ان انت فعلا تجمعي اولادك. لو قسمتي اليوم وابتدينا ان انتوا خلاص ان وقت احنا داخلين هنعمل اكله مع بعض في المطبخ، الاطفال الصغيرين هم مسؤولين عن الحاجات اللي على قدهم، ابنك الكبير افحتيه بقى يعني شغل وهو يعمل لك ده كل اللي كلهم متعودوا على شغل البيت دلوقتي. انا مبسوطه جدا. لا انا مبسوطه فعلا بفكر بالصور اللي بشوفها على السوشيال ميديا بتاعت الرجاله اللي بقوا بيعملوا كل الحاجات وبيغسلوا مواعين، بيغسلوا سجاجيد وبيعملوا محشي وبيعملوا اكل. انا الموضوع ده بسطني. انا شفت دي حاجه ما تقلش من رجولتهم لا خالص ان انت تساعد اهل بيتك، طبعا دي حاجه ما تقلش من الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا. بس انا مبسوطه من فكره ان هم الملل خلاهم يعني هم اللي عاوزين يشتغلوا وهم اللي عاوزين يعملوا. انا شفت حاجات غريبه، شفت كيك وشفت اكل وشفت محشي، شفت حاجات غريبه جدا بس كلها بصراحه تبسط يعني. طبعا. ففعلا زي ما انت تقولي اللي عندها ابن عندها زوج اللي عندها اب استغلوهم يا جماعه، هي دي فرصتنا. وفي كمان وقت حلو قوي احنا ممكن نقضيه مع بعض. احنا كنا بنشتكي ان احنا ما عندناش وقت، وكل واحد فينا بيرجع في وقت مختلف وبياكل وبيتغدى في وقت مختلف. دلوقتي ما فيش حجه بقى، كلنا قاعدين مع بعض. رجعنا بقى السفره بتاعت زمان وكلنا في حميميه كده وفي دفى. فبلاش ان احنا نقول احنا متضايقين، اصل انا زهقان من القعده في البيت. على فكره انت طول ما انت قاعد عمال تقول زهقان زهقان بجد انت هتزهق. ولو هتعوم على عم بقى اللي هم عمالين يصدروا طاقه سلبيه بجد انا بتضايق منهم جدا. حاسه الكلام عليا. مع احترامي لكل اللي بيصدروا طاقه سلبيه، انا زهقان، انا لا انا حاسس ان انا مخنوق. انا طب ليه؟ على فكره انت لسه قاعد لسه اولها يعني، واحنا كل دي حاجات وقائيه علشان احنا بنحافظ على صحتنا. ويا جماعه بجد نصبر شويه علشان الموضوع، على قد ما احنا بنهزر الموضوع مهم يعني، دي صحتنا وصحه الناس اللي حوالينا وحبايبنا واولادنا وامهاتنا. فلازم احنا تيجي مننا ان احنا نبقى قدوه ليهم. وحد يعني لو سوري حد نسي احنا نفكره، لا خلي بالك طهر قبل الحلقه سمر كانت هريانه تطهير يعني كلنا دلوقتي ماشيين بازايز الكحول طبعا مش هننسى يعني. انا اما اي حد بقابله قبل ازيك وعامل ايه لازم. فدي برضو من الحاجات بجد زي ما ولا بتقول اللي لازم نلتزم بيها. لو حد ناسي، لو حد في ناس يا ولاء مش في دماغهم يعني اللي هو بيقول لك خليها على الله. طبعا هي كلها على الله، كل حاجه على الله، على الله. بس لما اخد احتياطاتي الوقايه يعني يعني الوقايه والحذر دي ما فيهاش كلام. في حاجه كمان انه في الوقت اللي احنا فيه ده او بظروف الفيروس الغريب اللي احنا مش فاهمينه ده، انت مش بس مسؤول عن نفسك، انت مسؤول عن نفسك وعن كل اللي بتتعامل معاهم كلهم. حتى لو حد هتشوفه مره واحده، اللي في البيت، اهلك، ولادك، زمايلك في الشغل، احنا مسؤولين عن كل الدايره اللي حوالينا. محدش يقول لا ما جاتش على مره، ان انا المره دي ايه يعني مش هيحصل حاجه. انت ما تعرفش الفيروس ده مستخبي فين، لان هو فيروس خطير جدا. والمفروض يعني انا شايفه كمان حاجه ان احنا نعمل حاجه للاطفال كاغنيه للاطفال، يبتدي انتوا توعوهم بيها شويه. وسائل الاعلام يعني تحاول انها تتجه للموضوع ده. تعالوا بقى ايه اقول لكم، ممكن نعمل حاجه كده كانت بتعجبني قوي زمان. فاكرين افلام العربي القديمه كنا بنتفرج عليها وبنتلم على الفيلم، مفيش بقى موبايلات، مفيش حد بره، مفيش حد في درس، مفيش حد في شغل، كلنا كان كل حاجتنا بتخلص بدري. دلوقتي ما عندناش الحجه للموضوع ده، كلنا قاعدين. ما نفتح فيلم حسب اللي ولادك بيحبوه او الراي العام بقى عندك في البيت هيجتمع على ايه. فافتحوا الفيلم ده واتفرجوا عليه واقفلوا الموبايلات تماما، ابتدوا تناقشوا مع بعض. عايزه توصلي له معلومه او نصيحه بطريقه غير مباشره لابنك المراهق او الصغير، وانت بتتكلمي على البطل على البطله هتلاقوا في حوار، في دفى في الموضوع. انا فاكره زمان كنت اتفرج على فيلم عربي من هنا انام من هنا، مش عارفه ايه الفكره. بجد عربي قديم بالذات. لا عايزه اقول لك كمان حاجه، انه في يعني حاجه حصلت برضو من الحاجات الايجابيه جدا والحلوه جدا المفروض نستغلها في الفتره دي، انه لا اغلب يعني مثلا الاماكن اللي بتدي كورسات عاملين كورسات اونلاين فري مجانا. دي حاجه جميله. المكتبات اللي هي بيبقى فيها تقدر تحمل منها كتب او تقدر تحمل منها افلام او مسرحيات او كذا، ده برضو بقت كل حاجه مجانا.
يعني دي حاجات من الحاجات الايجابيه جدا. مثلا وزاره الثقافه دلوقتي عامله برضو حاجه حلوه قوي، القناه بتاعتهم الرسميه على يوتيوب بتعرض دلوقتي حفلات برضو اونلاين، او بتختار مسرحيه تعرضها اونلاين. في حاجات كتير جدا، في حاجات فعلا ما كناش قادرين نعملها دلوقتي نقدر بالظبط نعملها. نقدر نعملها. فدي من الحاجات الايجابيه قوي اللي شفتها الفتره اللي فاتت، موضوع الكورسات الاونلاين. خلونا نستغل وقتنا، اللي عنده هوايه ناسيها يرجع تاني يشتغل عليها قرايه ويرجع الكتب يعملها. كمان يا سمر، قرايه الكتب من الحاجات اللي بتاخد مننا وقت، فكنا دايما ركننها، يعني ما بقاش عندنا وقت ان احنا نقعد ونمسك كتاب زي زمان ونعمل حاجه نشربها كده ونقعد نقرا وبتاع ببال رايق. عندنا الوقت دلوقتي، يعني احنا دلوقتي ممكن نبدا في ده. زي ما بقولك، اللي بيحب يعمل حاجة وما كانش عنده وقت بسبب الشغل يبدأ يعملها تاني، ايوه بالذات فعلا يتعلم حاجة الكورسات. جديدة. بالظبط. فعلا الكورسات انت ممكن تستغلي الموضوع ده، لو اللي هو سن الشباب المراهقين هو مستني ومأجل الاجازه انها تيجي علشان ياخد الكورسات، طب ما يبتدي دلوقتي وياخد الكورسات دي، لان احنا طبعا اكتريتهم خلاص هيعملوا ابحاث سن بقى لحد الاعدادي وثانوي العام، بقى الموضوع سهل جدا ان هو يقدر يعمل هوايه مع دراسته، لان بقت المناهج مخففه جدا. طبعا ده قرار كان صائب جدا وجميل بالظبط. جدا، صح. راعوا فيه ظروف الاطفال والشباب. تعالوا بقى نشوف بقى الاب كده، ماشي، الراجل الراجل ومشكلته معايا. لا، مع احترامي للجميع، انت قاعد دلوقتي في البيت، انت لو قربت من ولادك هتلاقي نفسك ان انت هتكتشف حاجات، يعني بالنسبة للمراهقين انت هتقول انا ما كنتش عارف ان هو بيعمل كده، يعني في حاجات انت هتلاقي نفسك ما كنتش عارفها ان هو بيعملها، انت ممكن تلاقي نفسك ما كنتش عارفهم اصلا، ولا عارف ايه اهتماماتهم ولا هواياتهم ولا بس تفكيرهم. هي ولاء فرصة للأب وللأم، يعني هي يمكن ولاء بتتكلم عن الأب أكتر عشان هو اللي يعني هو اللي بيبقى موجود بره البيت أكتر، يعني بشكل أكتر. بس كمان لو فكرنا فيها هنلاقي إن الأم كمان دلوقتي عندها وقت أكتر. الأول يا ولاء كانت لازم هي ملتزمة بوقت معين راجل هيرجع فيه في البيت، فعايز يلاقي الأكل جاهز، فعايز يلاقي مش عارف إيه موجود. دلوقتي لا، كلنا بقى قاعدين مع والمذاكرة بعض دلوقتي. ف والدروس طول بالظبط اليوم هي المذاكرة واخدة وقتها دلوقتي أصلا. لا في مذاكرة ولا في دروس ولا في أي حاجة. فالأب والأم دلوقتي عندهم الفرصة إن هم يكتشفوا ولادهم، بس يقعدوا معاهم، ممكن يعلموهم كمان، حاجات جديدة. ممكن كمان تقدري ان انت تناكفيه بقى، يعني فاهمة؟ انتي لا يا جماعة ما تسمعوش كلامنا. تقدري ان انت تناكفيه، يعني ايه؟ طبعا كل الرجالة انا عارفة ان هم بيعزوني جدا وعارفين ان انا في صفهم، يعني تقدري بقى ايه، فصص البسلة معايا. هي عندها مشكلة في تفصيص البسلة، هي تقريبا من أول ما الحظر بدأ وهي بتفصص بسلة بس، بتستغلني. فهي أيوة عندها مشكلة في بتستغلني. تفصيص البسلة يا جماعة. فما تسمعوش كلامها، ما تخليهوش يقعد يفصص البسلة معاكي. ليه بقى؟ لأن هو هيبهدل هتخسرني. الدنيا أكتر ما هيساعد، ففي الآخر هتبقي أنت المتضررة. لا، أنت اعملي حاجتك، فصصي البسلة بتاعتك لوحدك والفاصوليا خالص. والفاصوليا. وبعدين مشكلة نعلم مع الصين الخضار الأكلات أنت. يا جماعة. لا، الصين كمان مش هم اللي صدروا لنا كده، احنا ننزل بالاكلات بتاعتنا. طب على فكره عندي اقتراح كمان حلو قوي، ان هو فعلا كل ما تتعلمي اكله جديده انشريها مع اصدقائك في الجروبات، ابتدوا تبادلوا الوصفات مع بعض، كل واحده فيكم هتعلم التانيه حاجه، هتلاقي نفسك انت اتعلمتي وعلمتي غيرك وشغلتي وقتك. ممكن كمان ان انت الاطفال الصغيرين بقى، انا عارفه ان اللي عندها 4 اولاد واللي عندها طفل صغير، انت قولي لنا خبرتك برضو في التعامل مع الاطفال الصغيرين، انت كنت بتحكي لي امبارح عن الموضوع يعني ده. هو فعلا اللي عنده. طيب احنا دلوقتي معانا الاول مداخله، معانا طه من الغربيه. ازيك يا طه؟ لا سلام، السلام عليكم. عليكم عامل السلام. ايه؟ قول لنا كده عامل ايه في الحظر؟ السلام عليكم. عليكم السلام، وعليكم احنا السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله احنا في البيت يعني كاننا منعزلين عزله جامده قوي يعني. طب انتوا عاملين ايه بقى في القعده مع بعض في البيت، انت ربنا واولادك يعدي على ومراتك؟ خير يا رب. ان شاء الله هتعدي على خير باذن الله وكل حاجه هتبقى احسن من الاول. بس احكي لنا كده عن يومياتك يا في رب يا الحظر رب، كده. ويحفظ مصر واهلها يا يا رب. رب امين. بس استاذنك ويحفظ توطي مصر صوت واهلها يا التلفزيون رب شويه. كده ان شاء الله. بقول لك احنا عايزين نعرف منك انت تمام كده؟ بتقضي يومك تمام. ازاي، انت سامعني كده؟ ايوه. والله احنا مع الاسره هنا، ولو في طلبات خاصه بس ممكن انزلها انا بنفسي،
وبعدين احنا مع اولادي برضه في الدراسه، برضه عايزين اي حاجه نقف معاهم هما نساعدهم. ليه هما سنهم قد ايه اللي عندك؟ عندي محمد بقى صغير نفسه ينزل الشارع، بس طب ما تاخده معاك خطريته يعني. الصبح وانت بتقضي الطلبات. لا هو المفروض انه ما ينفعش حد ينزل، صح يعني هو فعلا ما ينفعش الاطفال بالذات، ولا اعتقد ما ينفعش ان هم ينزلوا الشارع، هو صح كده. لا انا خايف عليه ينزل يعني حضرتك. طبعا يعني. لا صح كده، بس انت في حاجات كتير في البيت ممكن تتعامل مع الاطفال، قول لنا بتقضي وقتك معاهم ازاي بقى، بتذاكروا وبتتعلموا حاجات جديده، بتعملوا ايه؟ ايوه هو طبعا اكيد لو في اي حاجه في الدراسه بنقف معاهم في الدراسه. حضرتك والدتهم برضك ساعات بتعمل كروشيه كده، بيقفوا معاها برضك حلوة ولادي حلوة دي جميلة. طب وانت اخبارك ايه بقى مع زوجتك؟ يعني. هما بيقعدوا برضك ما بيضيعوش الوقت يعني، بس هما مختلفين في اوقات النوم، الصبح الظهر والظهر الصبح يعني. ده طبيعي، ده احنا كلنا مواعيد نومنا اتلخبطت طبعا بسبب ان احنا ما بنعملش حاجه وما بنروحش الشغل، بس هناخد فتره. طبعا لازم. طب وانت عامل ايه بقى مع مراتك، حاجه ما بتساعدها؟ تعودوش عليا خالص يعني. بقول لك انت بتساعد مراتك بقى في حاجه البيت وكده؟ اكيد طبعا تعبت طبعا من هسيبها. طبعا انت برافو مش يا طه، هتخلص برافو يا طه. علشان تقضي الفتره دي على سلام. هي لازم تعدي على سلام عشان ما يحصلش اي اشتباكات. احتكاك. لا يا جماعه، هو كل الرجاله يعملوا زي طه، يساعدوا مراتهم في البيت وينزلوا يجيبوا الحاجات الصبح، يعني طه نموذج يحتذى بيه. نورتنا يا طه، ميرسي جدا. زي ما قال شفتي، هو بيساعد برضو مراته في البيت، الموضوع تقريبا بقى اجباري خلاص، ما بقاش اختيار يا جماعه. بصي انا شايفه ان كل راجل خايف على نفسه وبيفكر في مستقبله، ان هو بيقدم السبت عشان يلاقي الحد، فانا اعمل ايه عشان اقضي المده بتاعت الخدمه بتاعتي زي الفل كده، ابتدي ان انا اساعدها وعلشان بقى خلاص ما الاقيش كلمه كده، طب انت قاعد كده ساعدني. طب على فكره والله ده ذكاء، ذكاء اجتماعي بجد من الرجاله، واحييهم وعاملين جو حلو قوي مع بعض، عمالين تنشروا بقى بصي يا انت بتعمل هو ايه والاكلات. منها بيسلي نفسه ومنها بيتقي شر اليومين دول عشان يعدوا، فهو الموضوع هاتها بجميله انت شفتي وساعدها. الكوميكس اللي كان مكتوب ايه؟ انا طب انزل. استني، احنا معانا حسن من طنطا. اوكي اهلا يا حسن. نعم اهلا يا حسن، عامل ايه؟ الو ايوه يا حسن، سامعينك، سامعنا كويس؟ ازيكم عاملين ايه؟ احنا الحمد لله تمام، انت ايه الاخبار عندك واخبار الحظر معاك ايه؟ كويس. سامع. هيا قول لنا انت بتعمل ايه بقى في الحظر مع اولادك ومراتك؟ كويسين وحبستونا في البيت. نعم؟ كويسين. الاولاد اغلبتهم نايمين. ام الاولاد اللي هي بتجيب ليه الحاجات انت بترش لهم كحول ولا بنج عشان اعرف انت بتنيمهم ازاي؟ انت بتعمل ايه؟ والله على طول، لو مسكت اكره الباب على طول، مظهر على طول. لا انت ما فهمتنيش، انا بقول انت بتقول الاولاد كلهم نايمين، انا بقول لك انت بتنيمهم ازاي، يعني ما شاء الله ربنا يهديهم لك، بس انت بترش ايه، واثق بنج ولا كحول؟ انت مش معايا، انت مش معايا على الخط، مش فاهم. في كحول عندنا وفي مظهر. طب قول لنا يومياتك بقى كده في الحظر، بتعمل ايه في البيت، بتساعدهم في ايه، الموضوع بيمشي ازاي؟ العيال صحيين، العيال صح، معاوني بس واحده واحده عشان اعرف اتكلم. بقعد واحده واحده عشان اعرف اتواصل. اتفضل. طب انت بقى وطي صوت التلفزيون شويه بقى، علشان احنا الكلام بتاعنا بيوصلك متاخر. دلوقتي والله بوطيها عشان تسمعوا. الاولاد نايمين بالنهار وبيصحوا بالليل. طبعا الاولاد كلك خلصوا الجامعات وقاعدين وحاضرين حظر من البيت، بس احنا لدينا طلب عندكم من القنوات تجيبوا لنا مسرحيات القديمه والجديده عشان نضيع وقت فيها، بدل ما نضيع وقت يعني. طبعا عاوزين نخرجوا بره، عاوزين مسرحيات قديمه وجديده، حتى تشغل البيوت اللي هي طبعا لا هو القنوات طبعاً. كلها بيقدموا الحاجات يعني دي طبعاً. كل القنوات على فكره بتقدم دلوقتي مسرحيات وافلام وده بقى شغلهم الشاغل اصلا. بالظبط، ما بقاش في حاجه غير كده، والاخبار طبعا يعني. طب وانت قاعد بقى بتعمل ايه مع مراتك ام الاولاد؟ والله انا زهقت من مراتي. زهقت من قعده البيت والله. لا هو انت ما تقدرش تقول ايه جنبك؟ لا طيب ماشي. طب خلي بالك، ما هي ممكن تتفرج على الحلقه بتاعتنا بعد شويه، فهتسمع. طب ليه؟
لا لا، قدم السبت كده. انت طبعا انا فاهمه ان انت بتقولي ان انت عايز تساعدها، وان انت النهارده هتحضر الغدا، صح كده؟ صح؟ انا عارفه. هو انا شايفه انت عايز تقول كده. لا انا بنساعد، كلمه مساعده بنساعد، لان ده بيت وعياله، بنت النهارده بنساعد فيه. يعني انا شايفه ان الرجاله بصراحه قايمين بدورهم جدا. احنا كمان معانا احمد من المنصوره، وكل المداخلات النهارده رجاله وقاعدين في الحظر. حلو جدا. احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا احمد، ازيك؟ عامل ايه؟ حضرتك الحظر ده الدنيا خالص والله. معلش، هو بص فترة يا أحمد وهتعدي، ولازم لازم إن احنا، أنت بص، هل أنت هتتحمل إن يعني بعد الشر حد من أولادك تلاقيه مش حواليك؟ فأنت لازم إن أنت بتحافظ على نفسك علشان تحافظ على أولادك. ما الحظر طبعا إن احنا لسه شغالين في قطاع خاص، والدنيا هناك برضه مفيش أجازات في القطاع الخاص، وبتنزل شغلك وبترجع، ومحدش يتكلم على موضوع القطاع الخاص ده خالص. بص، اعمل اللي عليك يا احمد في الاحتياطات الوقائيه اللي انت بتعملها، الكحول والديتول والجوانتي بتاعك، كل ده خلي بالك. وطالما بتعمل اللي عليك ما تقلقش، يعني اهم حاجه في تعاملاتك المسافه اللي ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك ده. حاول ان انت تقلل من وسائل المواصلات على قد ما تقدر، يعني ربنا يستر طبعا. يعني الخميس اللي فات ده، الخميس اللي فات ده اقسم بالله كنا جايين في الميكروباص عشان الحظر، حوالي 100 واحد في الميكروباص، 100 اتوبيس، اتوبيس من الباص اللي هو الكبير ده، 100 واحد في الاتوبيس واقفين وقاعدين. ازاي وده الحظر؟ الحظر معمول عشان الناس ان هي ترجع على بعضها، انها تمشي مواصلات عشان تلحق تروح بيتها قبل الساعه 7. ايوه ولا طبعا. وفي العمل برضه بتبقى 50 واحد موجودين مع بعض، ما هي فعلا ده الخطر قوي. هو في 15 واحد قاعدين في شقه 3 اوض، بتلاقي الدنيا ملخبطه، ده احنا بنعمل ايه؟ هو للاسف يا احمد مش هينفع ان احنا، هو طبعا في حظر تجول وكل حاجه كويس نتكلم في النقطه دي. وفي بالظبط، وفي والمفروض ان احنا بنعمل لنفسنا عزل حتى لو ما فيش حظر، وانت كلامك صح مظبوط. بس يعني احنا بنشكرك الاول على المداخله بتاعتك، بس عايزين نتكلم فعلا في النقطه دي. فكره ان في ناس مضطرين ينزلوا شغلهم، ما ينفعش الدنيا كلها تقف. يعني احنا بنلاقي الدكاتره لازم هينزلوا شغلهم، عشان ينزلوا شغلهم هم برضو هيركبوا مواصلات، وبرضو يعني هيتعاملوا مع ناس. الموضوع مش هيبقى فيه تعامل، لازم مش بمزاجنا، لقمه العيش. هو مضطر. بس الفكره انه زي ما ولاء قالت، بنعمل اللي علينا، بناخد احتياطاتنا، في حاجات كده متقللنا من اول ما الموضوع بدا، زي انه تلبس كمامة في الأماكن المقفولة أو الأماكن الزحمة، هنلبس جوانتيات لو بنلمس حاجات كتير، لو والجوانتي يتغير كل شوية علشان ما يبقاش هو مصدر نقل للفيروس. الكحول دايما دايما هو يعني هي الخطوة تقريبا الموصي بيها في كل الأوقات، فكرة ان انت تطهر اي حاجة ايدك بتلمسها، وطول الوقت انت بترش على ايدك. بس بقى يا سمر هقولك على حاجة، فكرة فعلا وسائل المواصلات دي اكيد الدولة مش هتسكت لو حست ان في اعداد في تزايد. بس ان شاء الله انا متفائلة جدا ان احنا يعني الواحد بيقرأ اخبار كويسة جدا ان احنا لأ، الحالات عندنا مش زي برة، فتفائلوا يا جماعة. بس اكيد هي الدولة بتخاف على سلامتكم، ولو لقيت ان فعلا معانا رمضان. رمضان، اهلا يا رمضان. معانا رمضان من الفيوم. يا اهلا وسهلا يا شكرا. اهلا يا رمضان. رمضان. والله تمام الحمد لله، قاعد اهو في البيت. طيب بتقضي وقتك ازاي من كلمة القعدة في البيت دي وهي طالعة من القلب كده؟ اعمل ايه طيب؟ الشغل واقف وكل حاجة واقفة. معلش معلش، هي فترة يا رمضان وهتعدي. طيب انت قول لنا بقى بتقضي وقتك في البيت ازاي؟ والله انا جايب بالدفاتر بتاعتي، انا شغال في الصحة. ايوه. اجيب الدفاتر بتاعتي بستنى عليها شوية. ومع المدام شويه ومع بنتي شويه كده يعني. طب دي حاجه حلوه قوي. طب انت مش حاسس، مش مبسوط بفكره ان انتوا دلوقتي قاعدين مع بعض بتقضوا وقت اكتر مع بعض؟ مش حاسس بتغيير او حاجه، حاله ايجابيه كده؟ احس بتغيير بعد 32 سنه اكيد طبعا. أيوة على فكره طبعاً. فبجد الواحد لما بيكبر بيحس ان هو اكتشف حاجات هو كان زمان لا، انا كنت في وادي وهم في وادي تاني. وبعدين انا عايزه اقول لك بقى على حاجه، تعال لي هنا، وانت لما قعدت مع بنتك حسيت ان في حاجات كانت فايتاك عنها؟ عرفت كتير حاجات كتير. صح؟ طيب. قربت منها كتير وهي قربت مني كتير. طيب ما هو دي من ضمن المميزات، دي من ضمن مميزات القعده. بالظبط، مميزات القعده. انا اتجوزت ثلاث بنات ومعايا الرابعه. ما شاء الله.
والرابعه ان شاء الله بعد العيد الصغير باذن الله، ويبقى انا والمدام بس. ربنا يديك الصحة. طب حلو بقى، تعملوا بقى شهر عسل جديد، ويلا استغل الحظر. ربنا يشفيها بس والله، ربنا يشفيها. ربنا يشفيها يا رب ويخليها لك ويشفي الجميع. بنشكرك جدا يا رمضان. الو، احنا معانا محمد دلوقتي من الشرقية. ازيك يا محمد؟ الحظر عليكم. ايه الاخبار؟ قول لنا اخبارك ايه في الحظر ده، عامل ايه؟ لا والله انا شغال برضو، من حظر ما بيأثرش معانا. انت شغال في ايه؟ انت شغلك في ايه؟ انا شغال في الصحافة. لازم زميل. زميل يعني انت لازم. لازم، لا لازم موجود. والله انا اللي عايز اوضحه بس ان اصعب فترة بتعدي دلوقتي في الحظر ده على الرجالة. لا قهوة ولا خروجات ولا اي حاجة. يعني انا شايف ان فكرة الندم على الجواز بتزيد في الفترة دي بالذات. بتزيد يعني ليه؟ طب على الأقل ده أنت في الندم على الجواز إن أنت ما اتجوزتش، ولا إن أنت اتجوزت؟ لا أنا ما اتجوزتش الحمد لله. فأنت ندمان على ده، صح؟ أنا كنت بقول أيوه. أنت طب خلاص، بص ما تقلقش، فترة الحظر دي هتعدي، وتبقى المكالمة الجاية بقى تقول لنا إحنا خلاص اتجوزت. إن شاء الله. الحظر الجاي تكون متجوز. الحظر الجاي. طب انت عندك كام؟ الو، لا المكالمة اتقطعت، الخط قطع. هنستناك تكلمنا تاني يا محمد. هو ندمان ان هو ما اتجوزش. ليه بقى؟ كان زمان، دلوقتي بقى انت في حد قاعد معاك في البيت زي ما الولاد بتقول، تنكفوا في بعض. طب شفت بقى، يعني اهو انتوا ما تقدروش تستغنوا عننا، واحنا نقدر نستغنى؟ يعني ممكن ما نستغناش عنكم شويه. يعني احنا عندنا ساعات اكتفاء ذاتي كده، مش دايما بيقولوا ست ب 100 راجل، عمرهم قالوا راجل ب 100 ست؟ طب شفت يعني وجهة نظر. ايوه دي انا وجهات نظري تدرس. طب احنا معانا ساره. ايوه يا ساره. اخيرا ست. ست صحي وخلاص. ساره سامعانا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ساره؟ انا سعيده قوي يا ساره بمكالمتك والله. ربنا يخليك وانا اسعد. قولي لنا يا ساره، انت منين؟ دلوقتي حضرتك الحظر دخلت رجالتنا قاعدين في البيوت، طب احنا هنصرف منين طيب؟ شفتي انا بقول كده، تعالي لي يا ساره بقى، بقول لك ايه؟ لا هي بتسال. اشكي لي همك، قولي لي هو بيعمل معاكي ايه؟ قولي لي يا حبيبتي. هو بصراحه هو بيعمل، هو المشاكل بتكثر في المواقف في البيت. في ايه؟ قله المصاريف. في ايه؟ قله. معلش اعلي صوتك شويه ساره. عشان ما فيش مصاريف يعني. تمام. بنمسك في بعض على طول. معلش يا ساره انت لازم تستحملي. بصي هي يومين وهيعدوا ان شاء الله، ان شاء الله يعدوا يا رب يعني بخير. وما احنا مش عارفين اخرتها هتبقى لامتى. احنا دلوقتي ساره معلش عارفين هنصرف منين. هقول لك يا ساره، الظروف دي عليكي وعلى الناس كلها، فلازم تحاولي ان انت تتاقلمي لحد ما نعدي الفتره دي على خير. يعني اصل احنا الفيروس ده على قد ما احنا بنهزر بنحاول نخفف عليكم، بس الموضوع مش بنستهتر بيه ولا حاجه، احنا بنحاول بس ان احنا نوصل معاكم الحل، ان انتوا تلاقوا القعده دي كاجازه. اعتبريه ان هو واخد اجازه، اعتبريه يا ستي ان هو كان بعد الشر مثلا تعبان. هتضطري تعملي ايه؟ خلاص شيلوا بعض واستحملوا بعض. صح يا ساره؟ هو تعبان، هنزل اشوف شغل انا واشتغل بداله. لا ما هو دلوقتي محدش، بصي هو دلوقتي محدش ينفع ينزل يشوف شغل بدل حد. يعني هي الفكره مش في مين هيشتغل، الفكره اصلا في انه ما ينفعش ننزل من البيت. وبعدين يا ساره هقول لك على حاجه كمان. دلوقتي في الحظر ده. طب هنشكرك يا ساره. طب انا ممكن اكمل بقى هنكمل احنا دلوقتي فعلا الواحد اكتشف قيمه الصحه، ايه معاك فلوس وايه معاك تقدر تلف العالم كلها، خلاص كل دوله قفلت على نفسها، فالوقتي قيمه الفلوس ما بقتش مهمه بالنسبه او قدام صحتنا وقدام حياتنا وسلامتنا. انتوا عارفين كمان يعني الواحد من الازمات ساعات بيحس انه، اصل فيها ساعات كمان كلام بيضايقني قوي، المساجد اتقفلت، ربنا غضبان علينا. طب ليه انتوا واخدين برضو من الجانب ده يا جماعه؟ مش يمكن ربنا عايزنا نرجع له تاني؟ تعالى قول يا رب. فانا شايفه يعني كده. احنا معانا دلوقتي قمر من اسماعيليه. ازيك يا عمر؟ عمر مش قمر، عمر من اسماعيليه. اهلا بيك يا عمر. اهلا وسهلا بيك، ازي حضرتك يا فندم؟ انت طالب ولا بتشتغل يا عمر؟ انا حضرتك انا مهندس، بس انا الله يخليك حضرتك، ما ممكن يعني ان هو يعني بالنسبه لاوقات الحظر دي كلها، هل هي هتستمر مثلا شهر؟ ما كل ده بيأثر على الدوله وبيأثر على الاستثمار وبيأثر على السياحه، فممكن
ممكن الدوله تضع يعني حلول وبدائل، ان هي مثلا تعمل وقايه للعماله وتعمل وقايه للموظفين وتعمل وقايه وعجله الانتاج تفضل شغاله زي ما هي. ما هو يا عمر هو بيتعمل ده يعني بيتعمل ده عجله الانتاج تفضل شغاله زي ما هي، مش يفضل مثلا الدنيا تقف والمصالح تقف ومطلوب منها. بص يا عمر، هو ده مش حاصل عندنا احنا بس، الحاله اللي احنا فيها دي هي حاله عامه في العالم كله. اكيد انت متابع اخبار وعارف ايه اللي بيحصل، وعارف انه احنا يمكن عندنا احنا عجله الانتاج شغاله شويه، احنا عندنا لسه ناس بتروح شغلها وناس بتتحرك. في دول وقفت تماما، فاحنا مش عايزين نوصل طبعا، بس احنا مش عايزين نوصل مش عايزين نوصل لده، احنا مش عايزين نوصل للي وصلت له بقيه الدول. احنا دلوقتي يمكن الناس اللي بينزلوا شغلهم الناس اللي ما ينفعش ان هم يقعدوا، الوظايف اللي ما ينفعش ان هي تتبطل، بنحاول نحجم شوية المرض، بنحاول نحجم انتشار الفيروس، لأن هو انتشاره هيبقى أخطر من إن عجلة الإنتاج تقف. فهو والدولة بتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه في الـ في الـ في الأنظمة الوقائية. يعني جامد قوي يا جماعة، لازم نستحمل شوية وبلاش إن احنا نبقى متضررين قوي كده. يعني انت هتتضرر اكتر لو نزلت. هو لسه معانا ولا قفلت؟ بنشكرك يا عمر على مداخلتك. احنا معانا مداخلة تانية، فوزية من أسيوط. اهلا. أيوة. يا فوزيه، عامله ايه؟ اهلا بيك، الحمد لله. وعامله ايه في الحظر بقى، واخده احتياطاتك ازاي؟ واخده احتياطاتي ان انا مقفله الباب وبنضف بيتي، ودي فرصه حلوه من الشغل. زي ما يكون كده هو اجازه من 25 سنه. طيب انت بتقضي يومك ازاي بقى مع اولادك وجوزك؟ في مشاحنات ولا الجو لطيف مع بعض؟ لا هو بصراحه ما فيش اولاد. انت وجوزك؟ الحمد لله. طب الحمد لله، ده حلو قوي على فكره. يعني تقدري طبعا كان الاول بينزل وما بتلاقيهوش، دلوقتي ممكن تقعدوا بقى تعملي له كوبايتين شاي، وخلي بالكم من الشاي ده جدا. طبعا اللي بيسمعوني شاي عارفين انا الشاي ده تعبني. ليها قصه مع الشاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. هي فرصه حلوه. انت بتقولي دي اول اجازه من 25 سنه صح؟ ال 15 يوم دي. طيب ده جميل، يعني انت تستغلي الموضوع ده بقى في ان انت تقعدي وتروقي بالك وتقعدوا بقى ايه تعملوا ايام الشباب انتوا الاثنين مع بعض. بالظبط. زمان انا بعمل الكيك اللي مش بعمله. طيب ده جميل جدا، برافو عليكي. انا جايه لك. زي ما يكون انا عايزه اقعد كده على طول من الشغل، عايزه اخد معاش، عايزه اخد معاش مبكر. يعني بصراحه لقيت نفسي. طيب ده دي فتره جميله. زمان يا فوزيه قبل الـ الشغل ما يبقى زحمه كده، وقبل ما الدنيا تبقى حركتها سريعه كده، كنا بنشوف دايما في الافلام، عارفه الزوجين كده بيقعدوا مع بعض يسمعوا اغنيه طويله لام كلثوم، يتفرجوا على مسرحيه على فيلم، كان الموضوع جميل، وكانوا يصحوا الصبح يفطروا مع بعض. دلوقتي طبعا ما بقاش في ده، فانت تقدري تعملي ده، اعتقد ان انت بتعمليه دلوقتي والموضوع فارق. بعمل الحاجات اللي ما كنتش بعملها. صح. طب دي حاجه جميله. هو بيساعدك بقى في الحاجات دي؟ هو سؤال بصراحه. الضحكه دي بتنم على انه مش بيساعدك. محرج شويه. هو جنبك؟ هو مش عارفه. هو انا يبقى جنبك. خلاص فهمنا. ازيك عامل ايه؟ لا بصي هقول لك على حاجه. انتوا حاولوا ان انتوا تقربوا من بعض، اتفرجوا على فيلم زي ما سمر قالت، قضي وقت معاه حلو كده، افتحي الموضوع، شوفي نفسك في ايه وعايزاه، واعملي له كيكه وشاي وبعد كده اطلبيه. يعني عارفه انت ده بقى الوقت بتاعك، الطلبات بقى، شغلي طلبات، بس خليكي حنينه شويه عشان الحظر. بنشكرك جدا يا فوزيه، بنشكرك على مداخلتك. انا شايفه ان في يعني يمكن على قد ما الناس متضايقين من الحظر، بس انا شايفه انه اللي حاصل حتى من المداخلات اللي جات لنا، والله احنا شعب جميل، الموضوع جميل يا جماعه، الموضوع حلو، وشايفه ان الناس مقربين من بعض، وفي زي ما فوزية بتقول انه دي اول اجازه ليها من 25 سنه. يعني اول اجازه طويله تعتبر، فدي حاجه جميله، بتقضي وقت مع جوزها. ده كان بيحصل زمان يا ولاء، كنا بنقعد نتفرج على الافلام دي ونقول ايه، شايفين الست والراجل قاعدين ازاي بيفطروا مع بعض الصبح كده وبالهم رايق، او قاعدين بيتفرجوا على اغنيه، بيتفرجوا على فيلم او بيسمعوا اغنيه، كان الموضوع جميل. دلوقتي عندنا فرصه
فرصه حلوه، وكمان انتوا تقدروا ان انتوا تنظموا يومكم، اعملوا برنامج لليوم. وده بجد بقى ان انتوا مثلا صحيتوا الصبح، كلنا حضرنا الفطار مع بعض، وقت الغداء يبتدي ولادك يساعدوكي، قبل مثلا اللي انت مضطره ان انت تنزلي، او اللي متضايق فعلا ممكن ينزل في الفتره اللي هي قبل الحظر يجيب الطلبات بتاعه البيت. ممكن تعملوا انشطه رياضيه علشان بس حاجات تبقى سهله، مش شرط بقى انه بيبقى عندك اجهزه رياضيه علشان تمارسي بيها الرياضه، لا انت ممكن بعض التمارين تجيبيها من النت او من وتشوفي تمرين معين ولادك يعملوه علشان القعده دي برده تستغليها. وشايفه حاجات حلوه قوي حاصله منتشره، الجيران اللي هم بيغنوا مع بعض دي دي حاله بقى بجد، انا شخصيا يعني بجد بتسبب لي حاله بقى من البهجه لما بشوف فيديو زي ده في السوشيال ميديا، الناس اللي بيغنوا مع بعض والكلام ده. لا بجد يا جماعه الموضوع مبهج قوي، يعني خلونا نجربه بس. يا رب الجيران ما يطلبولناش البوليس، بس بجد الموضوع مبهج قوي وجميل. احنا عندنا منطقتنا يا جماعه حلو يعني، لا منطقتنا فرفوشه اي حد جميله جدا. بس انا عاوزه اقول حاجه بس اعلق عليها على الموضوع، على موضوع الشغل والناس اللي متضايقه من ان دلوقتي ما بينزلوش اشغالهم. الموضوع يا جماعه مش معمول علشان يعني حظر التجول، مش معمول علشان يرخم على المواطن مثلا. لا. يعني بالبلدي كده، هو مش معمول عشان كده، هو معمول علشان صحتنا احنا في المقام الاول. اكيد الدوله مش عايزه اقتصادها يتاثر، اكيد الدوله مش عايزه في دول انهارت اقتصاديا، اكيد ما كانش ده المقصود وما كانش ده المطلوب اصلا، بس دايما دايما صحه المواطن وسلامته طبعا بتيجي في المقام الاول. دي اجراءات يمكن لو ما كانتش خدتها الدوله كان هيبقى فيه تساؤلات انه ليه ما فيش خوف على صحه المواطن. بالعكس، وبنحاول يعني الدوله بتحاول على قد ما تقدر ان هي تنشر برامج توعويه وتقول انه لازم نعمل كذا وكذا ولازم ناخد بالنا من كذا. فدي صحتنا يا جماعه في المقام الاول، مش بس احنا، مش انا كفرد، ده انا وولادي واهلي وزمايلي واصحابي والناس اللي بقابلهم في الشارع اللي ما اعرفهمش، اللي انا ممكن انقل لهم العدوى. فالموضوع بجد كبير، يمكن احنا بنحاول ما نهولهوش. بس دلوقتي احنا حته الاسعار والكلام ده، بما ان في ناس دلوقتي، انا بجد بناشد من هنا اللي بيبيعوا او التاجر، انت بلاش تستغل الحاله اللي احنا فيها علشان الناس مش ناقصه. الناس هي عماله تشتكي ان هم مفيش دلوقتي دخل داخل لهم، طيب انت كمان بتعلي في اسعار اللحمه، في اسعار الخضار، في اسعار الفراخ. انا بجد شايفه الناس بتصرخ قدامي، بس انا بقول المفروض ان احنا لقينا الاسعار زايده عن حدها، عندك حمايه المستهلك اتصل وبلغ في الحال، ما تحاولش ان انت تسكت، انت سكت غيرك هيسكت، هو هيبتدي يزود في جشعه. طيب خلاص اوكي، انت هتلاقي منين بقى الدخل اللي داخلك عشان تسد الموضوع ده؟ لا يا جماعه بجد ما حدش يسكت، حتى لو هو جارك وهو بيستغل اللي انت فيه ده، ما ينفعش ان انت تسكت خالص على استغلاله. في حاجه كمان بقى يا ولاء من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها جدا جدا، الفتره اللي فاتت ظهرت حالات بين الناس كانوا بيروحوا يكشفوا، بيجروا على المستشفى يكشفوا عندهم ضيق تنفس او عندهم، هم متخيلين ان هي اعراض تنفسيه تمام، فعندهم ضيق تنفس او عندهم حاسين ان هم عندهم ارتفاع في الحراره او حاسين مش عارف ايه، وكانوا بيتفاجئوا ان هم لما بيروحوا المستشفى بيمشوهم وانت ما عندكش حاجه. دي حاله نفسيه التوهم. طيب احنا معانا جابر. ايوه جابر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا جابر عامل ايه؟ ايوه. انت منين؟ قول لنا انت منين؟ انا من صايد ان شاء الله. من صايد احسن ناس. الله يبارك فيك. انت بتشتغل ايه يا جابر؟ قاعدين شغال عاملين سفر ليبيا وشغالين فرحة بلاط. لا مش فاهمك يا جابر، معلش بتقول ايه؟ بقول لك كنت في ليبيا. كان في ليبيا؟ في ليبيا بس انا في مصر دلوقتي. طب الحمد لله على سلامتك. انت بتشتغل دلوقتي ولا في الحظر قاعد في البيت؟ والله قاعدين في البيت. طب بتقضي يومك ازاي بقى مع اولادك واسرتك؟ قاعدين اهو، قاعد مع المدام. طالما بتضحك يبقى القعده عاجباك صح؟ فرصه طبعا. صح برافو يا جابر. طب قول لنا بتعمل ايه كده في الحظر؟ والله قاعده جنبي. طيب ان لها تحيات. طب ما تخليها تكلمنا. خدك اتكلم.
قاعده جنبك وما بتتكلم، اخباركم انت؟ طيب قول لنا بقى، بتساعدها في شغل البيت؟ بتساعدها في المذاكره بتاعت الاولاد؟ لازم اساعدها، ما فرصه. اوكي برافو عليك يا جابر، والله بجد يعني شوفوا الراجل المصري بجد، الراجل المصري السعيدي ده، ده تحيه بجد ليكوا بصراحه يعني. طيب لازم نساعده، لان الناس على فكره واخده فكره عنكم بقى ان انتوا تبقوا رافضين، لا انا سعيدي، انا راجل ما ينفعش ان انا اساعد مراتي. انت بجد غيرت وجهه نظر الناس، برافو عليك. لا كان زمان الكلام ده السعيد يا مخ، زي ما احترمي كان السعيد بيقفل على نفسه وغير كده. طبعا ولا مؤاخذه، كلها بكذابه لا مؤاخذه زي بعضيها. صح اللي يقول على الصعيد لا مؤاخذه مع الناس، يعني ما تفهمش ناس لا مؤاخذه اكثر لا مؤاخذه يعني. ايوه طبعا، لا انتوا احسن ناس. معاهم ابراج ومعاهم لا مؤاخذه، يعني اللي لا مؤاخذه التجاره كلها كل الصعايده. صح. لا بس برافو برافو يا جابر، احنا مبسوطين بيك، انت برضو يعني مثال من الامثله الجميله جدا. طبعا بنشكرك على مداخلتك. حلو برضو والله، انا شايفه انه لا انا مبسوطه يا جماعه جدا بنماذج الرجاله اللي بتكلمنا النهارده. يعني اولا بصي كلهم صاحيين ومتفاعلين معانا مبدئيا، كلهم صاحيين من بدري اهو متفاعلين معانا. طب يعني انتوا كده اهو الرجاله تمام، عاملين اللي عليهم، عاملين اللي عليهم يا جماعه جدا، رغم ان ما نشتكيش منهم بقى. اثنين ستات يعني واخده بالك، اثنين ستات. طيب احنا على فكره يا جماعه برضو احنا ممكن نستغل الوقت بتاعنا ده، ان احنا لو عندك بقى اولاد كتير، بصي انت هتقولي بقى دول مطلعين عينيا والموضوع صعب ودايزن وماسكين في بعض خناق بعض. على فكره انا شايفه امهات حواليا اذكياء جدا، بيجيبوا رقصات اللي هو اللي هي الترندات اللي طالعه دي، وتبتدي انها تقول لهم قلدوهم، بيبتدوا يتفاعلوا اللي هو سن 4 و5 سنين ده، لان الحركه ليهم معنى اصح كده هتطلعي طاقتهم، عشان ما فيش بقى لا دلوقتي نادي ولا بتخرجيهم باي، لان شفتي الطفل الصغير اللي هو هارب ده شفتيه في الاطفال كلهم يا جماعه عايزين يروحوا باي، والكبار كمان، فالموضوع بقى صعب قوي. طب احنا معانا محمود من الدقهليه. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ محمود، محمود انت معانا؟ معاك تمام. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. طيب انت قول لي بقى، انت متجوز ولا مش متجوز؟ لا متجوز الحمد لله. طب انت قاعد في الحظر في البيت ولا بتنزل شغلك؟ الحمد لله احنا معانا في الحظر قبل منا اكتر. يعني قاعد في البيت دلوقتي؟ عندي ظروف مع عادنا في البيت. طيب قولي بتقضي وقتك ازاي بقى مع اولادك ومراتك؟ مقضينا حلو الحمد لله، بس انا عن متصل يعني عايز اقضي رساله اتفضل للمسؤولين، لان في احنا دلوقتي عندنا عيادتين، العياده بتاعت المطار الداليه وعياده المنزل، معلش شغل خالص. معلش وضح صوتك الايه؟ ايه اللي مفهومش شغل؟ عند عيادتي العياده الكبيره بتاعت المنزل. عياده المنزل، عياده كبيره خاصه. تمام. عياده كبيره، عياده كبيره بتاعت البلد. ايوه. ما فيهاش شغل خالص ولا فيها اي حاجه، مقفلينها. طيب وده راجع لايه؟ يعني هو ما فيش رعايه في الوحده او في الرعايه؟ ما فيش رعايه؟ ما فيش الا الدكاتره الخاصه بس اللي هم في اماكنهم، انما العياده الكبيره ما فيهاش حاجه. العياده الكبيره. طب انتوا مفيش مستشفى قريبه منكم، مستشفى كبيره مثلا؟ في، ما اقول لك في، مفيهاش حد، مفيهاش حد يعني مفيش دكاتره، مفيش تمريض، مفيش دكاتره خالص جوه. هقول لك على حاجه، احنا اكيد لو في مسؤولين دلوقتي سامعيننا اكيد بنتوجه لهم ان هم يشوفوا المشكله دي، اكيد لا محدش اكيد هيسكت على الموضوع ده، ما تقلقش. تمام، شكرا اتصالك يا محمود. هو بيقول انه مفيش رعايه او مفيش، يمكن يكون في دلوقتي شويه بس لخبطه في 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 توزيع الدكاتره او في توزيع التمريض، لانه احنا عارفين ان احنا في حاله طوارئ حاليا. بس طبعا لو حد من المسؤولين يعني هيوصلوا الموضوع فاكيد هيكون في تصرف ان شاء الله. احنا معانا محمد. ايوه يا محمد. ايوه مع حضرتك. انتوا عاملين ايه يا جماعه؟ على فكره انا مبسوطه قوي بالاتصالات بتاعتكم دي. انت صاحي من بدري ليه يا محمد كده؟ انا باخد 3 ايام اجازه و3 ايام شغل. ده طب حلو. انت شغال في ايه؟ شغال في السكه حديد. فانت ده الروتين بتاعك ان انت 3 ايام و3 ايام على حسب قرار رئيس الوزراء. ده يعني على بس ايام الحظر، لكن قبل كده ما كانش؟ لا قبل كده لا، من السبت للخميس. طب انت بقى قول لي بقى، انت متجوز ولا ايه نظام؟ انا بسالك كده عشان اقول لك انت بتعمل ايه في الحظر بقى. لا اعزب. اعزب؟ طب عايش مع وقتك ازاي بقى؟ والله انا كنت بنزل على القهوه بس لما اتقفلت بقى ما بقتش انزل.
بص روح الصاله، انا لو منك اعمل الصاله هي دي القهوه واشرب اللي انت عايزه فيها. والله بجد في ناس بتتاقلم يا جماعه على الموضوع ده، وعادي يعني انا ممكن افتح الشباك، تفتح البلكونه بتاعتك وتشرب فيها كوبايه شايك، وبلاش ان انت تبقى واخدها على يومين قلبك يا جماعه وهيعدوا. لا نقعد في البيت كده ونهدي بالنا ونريح جسمنا من الحركه الكتير. بنشكرك جدا يا محمد على اتصالك، ويعني هو يا جماعه كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب. طبعا حظر التجول او العزل الصحي اللي عموما كان من قبل حظر التجول كمان كان معمول، كان في ناس كتير جدا عاملين نفسهم من قبل ما يكون في قرار بحظر التجول، لان الكل خايف على سلامته وعلى صحته. فكل حاجة ليها مميزات وليها عيوب، خلونا نشوف ايه المميزات وايه العيوب، ونحاول للعيوب دي لا نشوف لها اي حلول تانية، بحيث ان احنا ما نتضايقش منها ونبطل نتابع شوية الاخبار السيئة او الاشاعات. هو في دلوقتي غرامات على يعني مفروض على الناس اللي بيطلقوا اشاعات او كده يا ولاء، صح؟ 20,000 جنيه تقريبا. طبعا، وده حاجه يعني كويسه جدا. يا ريت ما نفتيش بقى في الموضوع ده، نهدى شويه، نحاول نتابع المصادر الموثوق منها بس علشان نكون عارفين الدنيا رايحه فين وايه اللي بيحصل في العالم. لكن غير كده بلاش نمشي ورا كلام الناس اللي هو احنا هنضيع، احنا هنموت، احنا هنعمل. ان شاء الله بجد ربنا هيعدينا من الازمه دي زي ما عدانا من كل الأزمات قبل كده إن شاء الله. يعني نتمنى بس إن الأزمة دي تعدي على خير بإذن الله. بصوا يا جماعة، أنتوا عارفين طبعا إن الأخبار السلبية بتأثر على صحتنا. انتوا عارفين بلاش تكتبوا، حتى بجد انا بناشد الناس اللي هو بيكتبوا اخبار سلبية وبيهولوا في الموضوع ده. حصل ماشي في وفيات، واحنا مش بنقلل من الخطر اللي حاصل في الدولة كلها واللي حوالينا كلها ودول العالم كلها، بس حاولوا ان انتوا تتفائلوا شوية. انت لما بتصدر طاقة سلبية كده انت بالظبط اكنك بتجذب، عارفين قانون الجذب؟ لما انت بيقول لك انت بتتمنى حاجه كويسه اكتبها، انت دلوقتي عمال تكتب وبتهول. في ناس بقى بتهول جدا يا سمر، فانت لما بتهول كده بتزود او بتزود الطاقه السلبيه اللي حواليك بالزبط. واحنا كده بنبقى عرضه اكتر للمرض ده، بيأثر على الحاله النفسيه جدا. بالظبط، الحاله النفسيه بتأثر، بيبقى ليها الحاله النفسيه يا جماعه، بيكون ليها اعراض جسديه تأثير. على فكره ممكن توهمنا بحاجه، فيعني خلونا نتفائل وان شاء الله اللي بيتفائل بالخير هيلاقيه، وربنا هيعدينا من الازمه دي باذن الله، احنا والعالم كله. ربنا يشفي كل مريض ويحفظنا جميعا ان شاء الله، ويا رب تكونوا بالف خير والف صحه. وللاسف احنا وقت حلقتنا